أكثر من دولة توجهت إلى السلطات الكوبية بطلب الحصول على الانترفيرون الكوبي، كما أدرجته بلدان عديدة منها الصين في استراتيجيتها العلاجية ضد فيروس كورونا. والانترفيرون هو مجموعة من البروتينات تنتجها خلايا الجهاز المناعي بشكل طبيعي، طورته كوبا منذ عام 1980 حين أرسل القائد التاريخي للثورة الكوبية فيدل كاسترو بعد اجتماعه مع الطبيب الأمريكي راندولف لي كلارك باحثين كوبيين إلى مركز أندرسون للسرطان في جامعة تكساس الأمريكية، والهدف كان معرفة استخدامات الانترفيرون. أخبرنا طبيب أورام أمريكي بارز أن الانترفيرون هو أحد أكثر المنتجات الواعدة، ووصلنا بشخص قام بتطوير تقنية إنتاج الانترفيرون في فنلندا. بعدها غادر 6 علماء كوبيين هافانا إلى فنلندا، حيث تم تطوير منهجية لتنقية الكريات البيض بالانترفيرون، فكانت تلك التقنية بداية مسار طويل وناجح في مجال التكنولوجيا الحيوية الكوبية التي توصلت بعد سنوات إلى إنتاج الانترفيرون البشري. تم إدخال هذه التقنية على الفور، وأصبحت كوبا تنتج عام 81 وفي غضون 3 أشهر فقط انترفيرون الكريات البيض، وقد تزامن ذلك مع انتشار وباء حمى الضنك النسفية، فتمت مكافحته من خلال استخدام الانترفيرون. هذه الجزئيات تلعب دورا مهما للغاية في آلية الاستجابة المضادة للفيروسات وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربة الالتهابات وتحسينه. ومنذ تأسيسه استخدم الدواء في أمراض مختلفة كالورم الحليمي التنفسي والتهاب الكبد بي وسي، إضافة إلى الالتهابات الفيروسية التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية HIV، كما استخدم مؤخرا في الصين ضد الفيروس التاجي المستجد COVID-19. كانت التكنولوجيا الحيوية الكوبية حاضرة منذ البداية في عملية مكافحة الوباء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وجود الانترفيرون الكوبي. كذلك كان هناك خبراء كوبيون في إطار مشاريع التعاون المشترك، وقد تم تقديم العديد من المشاريع للسلطات الصحية الصينية، ولا سيما تلك التي تتعلق أيضا بمكافحة وباء كورونا. ولدى كوبا مخزون احتياطي من الانترفيرون الذي ينقسم إلى بيتا وألفا وجاما، ولا تزال عملية إنتاجه مستمرة، كما يؤكد علماء كوبيون أن بلادهم لديها العديد من اللقاحات قيد التطوير، كما أن لديها منصة تعمل على تحصين وتعزيز المناعة عن طريق الأنف، إضافة إلى أن كوبا أرسلت فريقا من عشرات الأطباء والممرضين إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لمكافحة كورونا، حيث أكد هذا الفريق استعداده للعمل من دون هوادة لمعالجة المرضى والتصدي للوباء.